هذاك كيما نهار هي في اطار الحمايه تاع الاسرى. قامت مصالح محافظة الغابات بالتنسيق مع شركة سوناغاز بتهيئة الخنادق هذه المضادة للنيران تحت خطوط الكهرباء ذات التوتر المتوسط، والهدف منها هي يعني حماية الممتلكات الغابية والمساحات الغابية من نيران الغابات، نعم، لتفادي يعني شرارة الكهرباء وخاصة في فصل الصيف وفي تكون الحرارة مرتفعة، نعم، ويكون الضغط كبير على هذه الخطوط الكهرباء، لذلك شرارة قادرة تسبب لنا في حرائق ولا قدر الله خسارة مساحات غابية كبيرة. إذا هذه نزع يعني تتمثل العملية في نزع جميع النباتات تحت هذه الخطوط الكهربائية. تشوفوا رانا متواصلين على قدم وساق بان نزعوا النباتات بالبيل كما راكم تشوفوا اللي تحت الأسلاك الكهربائية لتفادي التوتر المتوسط لتفادي الحرائق، والحمد لله رانا في أسبوع إن شاء الله غادي نكملوا لي طرافو قبل اللي ديلي إن شاء الله.